اهلا وسهلا بنات خالتي وولاد خالتي، مرحبا بكم في القناة. يا ربي امين. كل من عمل اي وصفة حطيتها لكم في القناة يا ربي ان شاء الله تحقق لكم المتمنيات ديالكم وتشافيكم وتعافيكم. حتى اللي ما دخلش كنتمنى يدخل باش يشوف الوصفات، لان فعلا مميزة وغتلقاوها فقط غير عند قناة ناعمة قضاري وبساطة. كما كتشوفوا هذا الشيء، هذه الملحة الحية، هي هذه هي الملحة الثانية. انا ما كنعاود بلا ما قلت، انا ما كناكلش الملحة ديال الحانوت نهائيا. وعلى فكرة الناس اللي عندهم الكواط، عندهم الغدة الدرقية، ما ياكلوش ما يستعملوش هذه الملحة، يستعملوا الملحة ديال الحانوت لانها خالية من مادة اليود. على بركة الله عندنا نوعان من الملحة كما كتشوفوا معايا. هذه هي الملحه الحيه، تيسموها الملحه الحيه، هي هذه سوداء وفيها اشكال، هي سبحان الله كتلقى كتل صخريه. لمشيتوا للسوق الاسبوعي، الاسواق اللي كتكون هكا اسبوعيه كتلقاوهم، او بعد المتجولين تيكونوا عندهم واحد السياره كبيره وتيبيعوها، ضروري ما تشريوها، ضروري كنشريوها صخره كبيره وكتكون حتى هكا مطحونه. شفتوا سبحان الله راه بحال بحال الرمال الذهبيه. هي هذه الملحه الحيه، انا خديتها هكا مطحونه لانه ما عندهم تبارك الله الالات باش كيطحنوها، لانها صعيبه. واحد النهار جبتها وبغيت ندقها، كيستعملوها للشرب البهائم عزكم الله، باش كتغسل لهم الجهاز الهضمي، وكيستعملوها حتى في الحبوب القطاني ديال الفلاحق باش ما كتعفنش بالحشرات. وهذه كنستعملها بزاف، كنجيبها من معايا من السوق، تنجيب درهم جوج درهم تبارك الله، كدير لي واحد المده ديال جوج اسابيع، لان السوق الاسبوعي قريب ليا. على بركه الله وشنو غنديروا بها؟ علاج البرد القديم ديال الظهر، ديال الركابي، ديال الكتاف، ديال خصوصا عزكم الله المنطقه اللي كنجلسوا عليها، الجهاز التناسلي عند الرجل والمراه. المهم الاستعمالات ان شاء الله غتكون انا غنشرحها لكم. كناخذوا هذه الكميه، انتم خصكم تجيبوا على الاقل، الا خديتوا 20 درهم 10 دراهم راه غتاخذوا واحد البلاستيكه اللي عامره وغتقدكم ان شاء الله. الملحه الخشينه حتى هذه، وكنت غندير لكم لها حلقه واحده اخرى. شنو الفرق؟ تقولي لي ملحه ملحه، شنو الفرق ما بين البيضة وما بين الحمراء؟ هذه قال الحمامات الحمامات ديال اللحومه تياخذوا واحد الاطنان وتفرشوها في البيت ديال اللي تيكون فيه الماء السخون، تفرشوها باش كتشد الحراره، كتوزع الحراره على باقي الحمام. والناس اللي عندهم الحمام في الدار ممكن انهم يستعملوها. ناخذوا هاد الكميه هذه، وضروري ما نفرشوا اللي باقي عقل على هاد الخنشق ديال الشمرتل. الخنشق الا ما لقيتوهاش ممكن تديروا شي نوع من الثوب او مانطا تكون قديمه باش تشد لكم الحراره، عاده ممكن تستعملوا شي فوطه. كناخذوا الكميه وكنديروها هنايا، عاد بلا من قلت انا نديرها ان شاء الله بحول الله في الفران حتى كتسخن مزيان. وحذاري ما تحرقوا يديكم، عملوا شي ليكا ولا قفازه. المهم هذه الاناء انا اللي كنستعمل فيه، ساهل دغيا دغيا كيسخن ودغيا كيخرج في الغسيل. مني كنسالي كتكوني انت موجده، ولا انت هاد العمليه ضروري يساعدكم فيها شي حد، غتعملوها الوقيته اللي ما غتخرجوش البرد. من الاحسن من الاحسن ما تقدروش تعملوها بالليل، لان بنادم كيكون عيان. نصيحه لله تعملوها من ورا الظهيره كي تغدى وتكون شبعان ومزيانه حتى لزياده الوزن. مزيانه النساء اللي بغات تزيد في الوزن، عندها منافع كثيره. مجرد ما كنخرجوا البرد من جسمنا راه كون على يقين انك النساء راه غادي يزيدوا في الوزن، كندوي على النساء. اما الرجال راه غادي يستعملوها للعلاج. ملي كنعملها تسخن كنكون انايا مجد مانطا ولا خنشه بحال هذه، وكنعمل فوطه اللي غتشد ديال الحراره، ونوزع عزكم الله الملحه سخونه، ونحط فوق منها ثاني واحد الغطاء او ثوب او فوطه اللي غتشد الحراره، ونحط المكان اللي انا يعني عندي فيه الظهر. الا كان عندكم البرد في الجهاز التناسلي عزكم الله غتريح ودير مانطا وتجلس كانك مخشي في الرمال ديال المرزوقه. الناس اللي عندهم القلب ما يعملوهاش، الناس اللي عندهم السكريه يسمحوا لي، الناس اللي عندهم الشرايين ما يعملوهاش. طونسيون القلب راه عنده علاقه بالطونسيون، يعني الضغط الدموي عالي،
حيت الملحه سخونه وهي مزيانه، والانسان ثاني غيعود فيما لا يحمد عقباه. من الاحسن تجنبوا المسائل، استشروا الطبيب ديالكم. الا كان عندك البرد بنت خالتي ودخالتي في الجهاز التناسلي، وما تقولش لي بان راني عندي وليدات ما كاينلاش نستعملها. بزاف الناس قالوا لي في التعليق، واخا يكون عندك وليداتك ضروري تعالج نفسك، لان راه بزاف الناس ما تيقدروش حتى يوصلوا الصبع ديال رجليهم، ما تيقدرش حتى يتحنى. عزكم الله المرحاض ما تيقدرش يمشي ليه، والبرد كي مع المده كيعاود كيتكاثر، تيتشدوا لك العروق، تيتشدوا لك المفاصل، داك الزيت اللي في المفاصل حتى هو تيوصلوا البرد، كتعود شي بحال شي خشبه. شوفوا غير الدفف ديالنا في البرد كي كيعودوا تيزيطوا، تيديروا الموسيقى، الا ما درناش لهم الزيت في البيزكاره ما تيخدموش. ضروري تعالج نفسك، واخا يكون عندك الوليدات، واخا ما يكونوش عندك، واخا ما تكونش مزوج، حمي نفسك باش تبقى شباب. شباب فاش في المفاصل. الا كان عندك البرد في الجهاز التناسلي غتريح عزكم الله، وغتسحلها بحال انك في الحمام. الا كان عندك في الكتاف غتحط الظهر ديالك، كانوا عندك لتحت الرجلين ديالك باردين. بزاف النساء تيقولك ضربنا برد النفاس وبقينا هكاك تنحسوا بالبرد، حتى الثلج كنحط القدمين ديالي. ومن الاحسن ديري واحد التقيشرات وكوني دهني رجلك بزيت الزيتون وحطيهم، وعينك ميزانك الا جاتك سخونه هزي يديك ولا رجليك حتى كتحسي براسك انك، وتعاود ثاني تحطي. عندك السيقان، عندك الركابي غتكفى على الفم ديالك، الا منطقه البطن والصدر ممكن انكم تهبطوا شويه تحت السره. مثلا هذا هو الشخص، هذا هو السره، غيمشي هنا لقدام ويحط النص ديال المسلان ديالو هنا. هي اللي عنده البرد في الجهاز التناسلي من الاحسن يدور على الظهير ديالو ويحط المؤخره ديالو عزكم الله والنص ديال رجلين، او يجلس. اللي عنده في الكتاف ديالو يحط الكتاف ديالو ويبعد الراس ديالو شويه على الحراره. اللي عنده اليدين، اللي عنده السيقان، المهم نتوما راكم حادقين وغتفهموا الطريقه باش غتوصلوا لكم فين غتحطوا الاساس، وهي الملحه الحيه. شوفوا سبحان الله، ومني تسالي من هاد العمليه انا غنوريك اش غتشربها ودخالتي بتخالتي باش تعاود تخلي ديك الحراره تبقى في الجسم. ومزيانه حتى النساء اللي بغاو المؤخره تبان، الفتيات راه مزيانه الملح الحيه. سخريها بتخالتي، حطي فوق منها هكا، حطي فوق منها غطاء وجلسي مع راساتك تكوني شبعانه. سخريها مزيان وجلسي تفرجي في التلفزيون، تغطي مانطا ولا حطيها مباشره فوق السداري كانك جالسه غير فوق المدربه، وقراي لك ما تيسر من القران. استغفري ربك الكريم، اللي عجبك ديريه، وحاولي تكوني مسترخيه، تكوني لا شبعاق. اللي بغات المؤخره، اللي بغات الابراز الارداف، تحطها فوق المضربه، تحطهاش فوق كرسي، حطها فوق شي فوتاي ولا شي فوق مضربه وجلسي. علاش انا قلت لكم هاد الخنشه ديال الشمرتل كتبقى شاده الحراره، انا راه كنحتفظ بهم هادو. ما عندكش ديري مانطا وديري فوق منه شي فوطه تكون كتوزع الحراره، كتبقى كنعرفوا الفوطه كتشد الحراره. واللي ما لقاش الملحه يعمل الرمله ديال البحر. الناس اللي بعاد مساكن الله يحسن العون ما لقاوش، ما غيلقاوش من يجيبوا الملحه، وهما في امس الحاجه. اي ممكن يستعمل الملحه ديال الحانوت ممكن، ولكن ما غتكونش بحال هادي. انا غير كنبسط لكم، ممكن انك تعمل الرمله ديال البحر حتى هي كنعرفوها رائعه زويونه. انا غنوريكم المشروب الدافئ اللي غتشربوه ان شاء الله من وراء العمليه. ها انتم بنات خالتي، بريريت تاع الشاي فيه ازير، فيه الزعفران، فيه اوراق من الشيبه، وفيه اوراق من اكليل جبل، قلنا الزعتر. ها انتم، انا فقط غير عطيتكم، ها انتم ما بغيتوش ديروا مع الشاي ممكن ديروا الماء مغلي وديروا معاه الزعفران والزعتر، ممكن ديروا فليو، اكليل جبل، اللويزه او المليساء، هادو كلهم اعشاب دافئه. علاش؟ غتخليك تسترخي. الزعفران سخون غيخلي ان هادي يعاون العمليه اللي ما كملاتهاش الملحه. الزعفران معروف تينقي الذات ديالنا من البرد القديم،
خصوصا حريق الماء. وباقي الاعشاب اختياريه لكم، اي عشبه بغيتوها ضروري يكونوا عندكم. انا كنعملو مع الشاي لوليداتي، الوليدات من الصغر خصهم نحميهم من البرد، ماشي حتى يكبر ويشرف كيكون صعيب علينا اننا نعالجو. هو راه غيتعالج باذن الله، خصك غير الصبر. ودخلتي بتخالتي انا راه اقسم بالله العلي العظيم كنعمر وليداتي اما الحليب اما الشاي، كندير لهم الاعشاب عطريه وما كنكثرش، وفقط طيله البرد كنحبس. بغيت نشارك معكم، نشارك معكم اعشاب عطريه كنعملها لوليداتي باش بحول الله ما يشرفوش من المفاصل. كنعرفوا الوليدات باقين شباب ما عندوش 24 في عمره، كتلقاه ما كيقدرش يهز رجلو لعند الفم ديالو. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وما تبخلوش عليا بالبارطاج مع احبابكم، بارطاجيو مع اصدقائكم ومع الناس اللي ما وصلتهمش هذا الفيديو هذا، وما تبخلوش عليا بلي لايكات وبالتعاليق ديالكم اللي كتخليني نوض ونعاود ندير معكم الجديد. الملح الحيه ان شاء الله البرد القديم ديال سنوات بحول الله غيزول مع هذاك المشروب الدافئ. بغيتو تعملوه مع الشاي، بغيتو ديروه بوحديتو الماء مغلي، ديروا مع الزعفران شعيرات فليو اللي عجبكم، الزعتر المليساء المرميه، المليساء هي المرمي هي اللويزه، والمرميه هي نعمه الحقول عفوا هي السالميه. دمتم في رعايه الله، كنتمنى الفيديو ان شاء الله يا ربي امين يوصل لواحد الاكبر عدد المشاهده باش اختكم نعيمه تفرح. علاش؟ باش نعرف بانني كنعطيكم شي حاجه زوينه وعندي المشاهد اللي قدرني. تحياتي لكم اينما كنتم، مع السلامه.